عندك مرة تكرة. الله يخليكم، الله يستركم، لا تقتلوني. شوفي معك ولا؟ معي اكياس حنطة هدول للمختار أبو نادر. امشي بعنا، امشي امشي. أمرك لوين؟ على جهنم الحمراء تاخذك. امشي هذو، امشي. مع السلامة. طلع طلع. واقف هون شوف شو صايدين اليوم يا شباب؟ 10 شوالات قمح سيدي. عفرم عليكم، لمين هدول ولا؟ سيدي هدول لأبو نادر مختار النمرية. وين كنت أخذهم يا حقير؟ كنت أخذهم على السوق لبيع لياهم. حظك حلو أنت والمختار، أنا رح أشريهم منه، بس بدينها مصاري ما معي. بس أنا ما باكل حدا، الكل بيعرف عني هالشي. بقى إذا بده يضمن حقه خليه يكتب اسم أبو طحال الضبع على لوح البوز. يلا نقلع من وشي. سيدي والسيارة؟ شو بقى السيارة؟ كمان رح تاخدوها؟ يخرب بيتك ما أوقعك، شلون بدنا ننقل الأكياس لكان؟ سيدي بس هي السيارة إلي، ما له علاقة فيها المختار. بسيطة بنشتريها منه. سيدي الله يخليكم، أنا هي السيارة ما بدي أبيعها، عم بسترزق من وراها. هلا بتروح من هون ولا خلي دواليبا يبعثوا بطنك معز؟ امشي بلا امر سيدي. اخرس امشي. يلا ضرب على عجلك وامشي من هون. يلا معلم. شو مصطادين اليوم؟ قرفان. وشو قصة الغرفة؟ في راعي قرب كتير على الحرج معلم. يخرب بيته شو حمار، شو مستغني عن حياته هذا؟ أنا ما قصرت بحقه، قوصت عليه وشلحته هدول الخرفان. عفارم عليك، والباقي؟ هرب فيهم. العمى ما أغباك؟ وبكم خروف نفد يعني؟ يمكن شي 20 معلم. كذاب، أكتر بثلاثين. الله وكيلك 30. يعني أنا هلأ خسران 30 خروف، بجزر لكم هالشي من الله؟ طول بالك زعيم أبو طحال، المرة الجاية بعوض لك إياها بإذن الله. بسيطة يا دحان. شبيك لبيك دحان بين إيديك معلم. بدي خروف ليتو كبيرة. مشان شو زعيم؟ بدي اياكم جاهز على العشاء مشان تشخط لي اياها مع شويه مرغول. عيونك معلم. الله وكيلك 20 كيس يا ابو حكمه. لا مو بس هيك، ابو طحال سرق لي السوزوكي كمان. ليش انا وضعي احسن من وضعك؟ لا تشكي لي يا ابو نادر ببكيلك، وانا الثاني عم تصيبني طرطيش من ابو طحال. مثلا امبارح بعت لي زلمه اللي ما بيخافوا الله وسرقوا موسم الزيتون كله وقلعوا الشجر من شرشه. وهذا بالضبط يلي عم يعمله بشجر الحرش. لك اخي يصطفل بشجر الحرش، بس ابو طحال عم يعتدي على رزقي الشخصي. بقى شو رايك يا ابو نادر؟ انا برايي انه ابو طحال تمادى كثير يا ابو حكمه وصار لازم وقفه عند حده، ولذلك انا قررت احكي مع مختار تل النمس ابو رفاعي ونسق معه. ايه ضروري يا مختار ابو نادر ضروري. بالمناسبه هلا اتصل فيها وقال لي انه جماعه ابو طحال سرقوا له بقرتين من البايكه مع 4 اكياس علف. ولك آخ شو بده يحكي الواحد ليحكي؟ لك أنا بحياتي ما شفت أوقح من هيك عصابة، لذلك لازم نعمل اجتماع مخاتير بأقرب فرصة. معك حق، لازم نعمل اجتماع عاجل لأنه عصابة أبو طحال ما عاد ينسكت عليها بنوب. 10 خواريف يا أبو شاهين، 10 خواريف كل واحد منهم قد العجل وحقه فوق 5000 ليرة. سرقوا لي إياهم عصابة أبو طحال، حرق لي دمي، الله يحرق دمه. مصيبتك سهلة قدام مصيبتي يا حجي. جماعة أبو طحال سرقوا لي المناحل كلها، الله وكيلك كنت حاططهم جنب الحرش لحتى يرعوا من زهره، ومن يومين بس راح النحال لحتى يستفقدهم ما لقى شيء،
لا نحل لا عسل لا مناحل ولا هم يحزنون. الله وكيلك يا حجي، التدع قلبي من جوا لدع. طيب والعمل يا أبو شاهين، لأمتى بدنا نضل النق ونسق مثل النسوان؟ والله يا حجي إسماعيل، أنا برأيي هيك موضوع ما بينحل إلا باجتماع عاجل على مستوى المخاتير. معك حق، رح أتصل فورا بالمخاتير المنكوبين مثل حكايتنا واشرح لهم أبعاد المسألة. مع السلامة. ألو، عطيني مختار النمرية لو سمحت. ألو، مرحبا بنادر، أنا الحاج إسماعيل مختار ضيعة النقارة. عرفتك عرفتك من صوتك، أهلين حجي، شو صار معك؟ قبل ما أقول لك شو صار معي، شو رأيكم تجتمعوا عندي مشان نبحث الموضوع؟ وين يعني عندك بالنقارة؟ إيه عندي، بقى شو رأيك؟ إيه لا حبيبي ما حذر، إذا بده يصير اجتماع مخاتير ولا بد، بيصير عندي هون بالنمرية. وليش عندك بالنمرية بقى؟ إيش قالوا لك عن ضيعتي، حرف صائت ولا حيطان همايلة؟ ولا ما لنا قد المقام أبو نادر باشا؟ هلا لا تقعد تتمسخر وتخبص بالحكي، الاجتماع ما بيصير غير عندي بالنمرية. بدكم بدكم، ما بدكم بالناقص منكم ومن هيك اجتماع. الله معك. يا أبو رفاعي يا أبو رفاعي، أرجوك تفهمني بلا لف ودوران، الاجتماع أنا برأيي لازم يكون عندي بضيعة كفر الصبار، والسبب هو إنه مضافتي واسعة سلامة خيركم طبعا، وبعرف أم بواجب المخاتير من حيث إقامتهم وحراستهم والقيام بواجبهم على أكمل وجه يعني. ليش نحن ما بنعرف إنهم بالواجه؟ ليش المرة الماضية لما عزمت المخاتير على طهور ابني طاهر مو الكل طلع من عندي عم يمدح كرمي من حيث الأكل والشرب والبقلاوة والمحلي؟ يا أبو رفاعي، شو مفكر المخاتير عينها فاضي وفجعاني لحتى تكسر عينها بالأكل والشرب؟ إيه أنا لحالي يوم طهور ابنك الله يخلي لك إياه قدمت لك بقرة هولندية بتحلب 20 كيلو باليوم. هيك عم تحكي يا أبو شاهي؟ إيه أنت عم بتحجني أحكي هيك يا أبو رفاعي؟ هلا لح تحملني من نية بالبقرة المريضة اللي هديتني إياها؟ إيه ما عم تحلب كاسة حليب واحدة باليوم؟ أخي كلمة ورد غطاها، أنا ما بقبل هالاجتماع ينعقد إلا عندي، إن صار هالشي كان بها، ما صار إن شاء الله 60 عمره ما يصير. الله وكيلك يا مختار خرب بيتي، ما عاد اقدر امرق من طريق الحرش بنوب، عم بضطر ابرم برمي طويلة بالميكرو وامشي الطريق وعر وخطير حتى وصل الركاب على ضيعهم وهن ميتين من الرعبة. شو بدي ساوي يا زيدان؟ شوفت عينك، طلبت من المخاتير يجتمعوا عندي وقلت لهم انا بحرسكن وبخدمكن وبوجبكن وما رضيوا، شو بدي اعمل؟ كل واحد فيهم ميبس راسه وما بيعمل الاجتماع الا عنده بالضيعة. طيب شو رأيك مختار؟ انا عندي حل. شو هو؟ شو رأيكم تجتمعوا بالسيارة عندي؟ بالسيارة؟ ما فهمت عليك. ايه السيارة، ما رح توقف بضيعة واحدة وانتو